زي ما حضرتك شايفين طبعا المانجا عامله ازاي. الله اكبر مستويه يعني كمان مش اي مانجا دي مستويه على ابوها. امسكها يا عم سعيد. بص المنظر الله اكبر الله اكبر. مانجا الله اكبر الله اكبر. منظر طبعا زي ما حضرتك شايفين اعزائنا المشاهدين المانجا طيبه على الشجر. نادي قررت ان انا اطلع كل الانتاج يعني لله. او اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر جديد. احنا دلوقتي في مزرعه موالح مانجا وبرتقان واستفندي. طبعا مزرعه اهي واذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يعني عارف عزيزي المشاهد الخير فيه وفي امتي ليوم الدين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا صاحب المزرعه دي وهب انتاجها السنه دي كله لله. معنى ان هو وهب انتاجها لله هو بيقصد بكده وجه الله سبحانه وتعالى لا شيء اخر. طبعا سنويا احنا بنطلع جزء من الانتاج كصدقه يعني او نحو ذلك للناس بصفه عامه يعني الاقارب والاصدقاء والفقراء والمساكين وكل. ما شاء الله انا شايف ان حضرتك يعني الانتاج وبيطلع بعربيات. ان في بعض الناس بتيجي تاخد بشنط من هنا انت اكيد حاصرينهم وعارفين الناس دي. فما شاء الله ما شاء الله. قول لنا الفكره جت ازاي. هي الفكره ان الناس تاكل مانجا يعني اولادي وزوجتي قالت لي بيع الانتاج وطلع فلوس. ولكن الفكره ان هم ياكلوا مانجا مش الفكره ان هم ياخدوا فلوس. فلوس احنا بنطلع فلوس. ولكن لازم الفقير ياكل مانجا. ليه ما ياكلش مانجا؟ ليه يعدي على بياع المانجا ويبص كده يبص عليها وما يقدرش يشتري واحده او اثنين او كذا؟ فاحنا بقدر المستطاع بقدر الانتاج اللي تقريبا هيقارب يعني كله من عند ربنا ممكن في حدود 20 طن او اقل قليلا او اكثر قليلا بنوزع للناس الغلابه بمعدل تقريبا كل اسره 5 كيلو. في الحقيقه احنا بنوزع بالعدد وليس بالكيلوات. يعني بنحط 10 مانجات في كيس قيم ابيض بلاستيك. ايوه بنحط 10. مش معقوله في اسره 10 افراد يعني لو صحيح واحد فرد. فبالتالي احنا بنحط بالعدد بنحط بالعدد. اليوم العربيه موجوده اهيت وهتطلع برضو تروح السخان عشان تطيب لان احنا بنجمع المانجا حاليا بنكمرها او بنوديها السخان عشان تطيب. وما بننتظرش بقى تصعد كل سنه يعني كل يوم ونجمع. الموضوع هيطول معانا. انا شايف ما شاء الله انتاج انتاج المانجا يعني انا شايف ما شاء الله السنه دي المزارعين بيقولوا ان يعني انتاج غزير. غزير فعلا. حتى يعني انا بسال حد من الناس الموجوده مع حضرتك دلوقتي في المزرعه بيقولوا احنا بنستغرب ان السنه دي اول سنه نشوف انتاج مانجا في المزرعه هنا بالشكل ده. فهل عشان ربنا كرم؟ أنا اعتقد فعلا عشان المانجا طالعه لله. ففعلا المسؤول عن المزرعه واللي بيشرف عليها بيقول لي في شجر بقاله 3 4 سنين ما طرحش. طرح السنه دي طرح. يعني دي حاجه انا ما اعرفهاش هو قال لي عليها. فده كله فضل من ربنا يعني وكله رايح لله يعني. والناس لازم تاكل يعني. انا شايف المانجا من كتر ما هي ما شاء الله ما شاء الله محمله. نتفرج كده مع بعض. اتفضل. المانجا خلاص يعني قطفوها دنيا على الارض. يعني يعني جايه من كتر ما هي ما شاء الله. المانجا محمله السنه دي حملت ودي حاجه غريبه جدا. يعني زي ما حضراتكم شايفين المانجا ما شاء الله ما شاء الله الانتاج غزير جدا. يعني طيب تنصح الناس اللي عندها برضو يعني حاجات زي كده تقول لهم ايه؟ عموما هو قبل ما ننصح الناس طبعا المانجا ديت في سفندي معاها ما شاء الله. يوسف افندي ده طارح برضه طالع لله؟ لله ان شاء الله في شهر ان شاء الله واحد ان شاء الله في شهر واحد. يوسف افندي طبعا بيطلع في الشتاء. في شهر واحد هيطلع الانتاج بتاعه برضه. انتاج المزرعه كله لله الموالح كلها مانجا ويوسف افندي. ما شاء الله. تقول للناس ايه بقى؟ نقول للناس ان احنا يحتزوا باللي انا بعمله وخصوصا الناس مقتدره. يعني اكيد واحد عنده مصنع مكرونه عنده مطعم عنده مخباز عنده مصنع ملابس. ايوه
اي حاجه يساعد. أيوة. حتى ولو مره في بالظبط كل 6 شهور كل ساعه حسب يعني كل واحد حسب ظروفه يعني حتى اصحاب شركات الحلويات. ايوه بس يعني الفقير ما ياكل حلاوه يعني ايه اللي فيها مثلا المفروض. ايوه يعني احنا يعني الحاجات دي ربنا ادانا وما اداش غيرنا ما هو ادانا احنا مش لينا احنا لينا وللفقراء شاركنا فيها احيانا انت الفقير اللي يشاركنا صحيح. انت كنت رافض ما زلت رافض تطلع معانا في الكادر يعني ايه السبب؟ والله انا مش عايز اطلع يعني واتصور مع اي حد انا اتكلم بس عشان نحس الناس على فعل الخير والفضيلة ولكن عملية الطلوع دي ما بحبهاش يعني انا ظهور ولو ان انا ليا خبرة يعني في بطلع يعني على قنوات فضائية مثلا زي بي بي سي لندن ومونتو كارلو لكن في الوضع بتاعي ده لا انا افضل عدم الطلوع يعني الناس تقول لك يعني تدعي لي انا عاوز الجزاء من ربنا اولا ومش عاوز اظهر يعني ان فلان ده عمل وفلان ده لا انا مش عاوزين يعني احنا والله امام حاله فريده ان ان السنه دي انتاج المزرعه عشان انت قررت انك تتبرع بيها كلها لله ان هو يبقى مضاعف في السنه دي فدي حاجه طبعا اشاره من الله عز وجل ان طبعا ان ربنا سبحانه اللي بيعمل خير ربنا بينميهولك يبقى اضعاف مضاعفه فبدل ما كنت بتتبرع ب 10 كيلو لا ربنا خلاك تتبرع ب 20 زود لك انتاج عشان تاخد حسنات ازيد ما شاء الله كله عند ربنا احنا نرجو الجزاء من الله سبحانه وتعالى طيب. أنا مش عاوز الجزاء من البشر يعني ان شاء الله ربنا يزيدك ربنا يتقبل هذا العمل يعني خالص وجه الله تعالى ربنا لا يزيدك لا في رياء ولا في سمعة ولا في اي شيء خالص. طيب السؤال هنا بقى يعني انا شايف مش نوع واحد من المانجا ده انا شايف يجي 10 انواع مانجا فونس وعويس طبعاً. وحتى صديق كل انواع المانجا موجودة في المزرعة طبعاً. كله بس الغالبية العظمى زبدية. السؤال هنا بقى يعني انا شايف مش نوع واحد من المانجا ده انا شايف يجي 10 انواع مانجا فونس وعويس وحتى صديق كل انواع المانجا موجوده في المزرعه طبعاً. كله بس الغالبيه العظمى زبديه وفي كيت بقى جديد لسه طاعمين بقى لنا سنتين ثلاثه ما شاء الله ففيها من كل الاصناف يعني انا لسه من شويه دلوقتي شفت العويس ما شاء الله والفص في شجر يعني ما شاء الله ما شاء الله انا مستغرب والحاجه الله اكبر الله اكبر شكلها يعني جميل فالمزرعه يا اخوانا هنا بتحوي يعني جميع انواع المانجا مش نوع واحد بس بخلاف البرتقال واليوسف الانتاج كله طالع لله عز وجل فطبعا بنشكرك وبندعي لك ان ربنا يعني يرزقك الخير كله ويأجرك على العمل العظيم ده وتفضل اسمح لي كلمه اخيره تفضل الهدف من اللي احنا بنعمله والهدف يمكن حضرتكم شاركتوني في موضوع الحضور والتصوير وازهار ان احنا نحس الناس القادره على مساعده الناس الفقيره ان شاء الله نكون قدوه لهم وهم ان شاء الله فيهم خير الانسان فيه خير يعني في بذر الخير كل الناس فيها خير فيا ريت بقى كل واحد عنده مخبز يطلع انتاج خبز يوم صحيح مطعم يطلع اكل يوم سندوتشات فول وفلافل اليوم كله ما يبيعش فيه حاجه انت كنت عامل وصيه اي نعم نعم طب الوصيه دي يعني كانت بتقول ايه بقى وصية بمنزلي أنا وارث منزل وشاري من أخواتي يعني نصيبهم عبارة عن منزل مكون من الأسمنت المسلح ثلاث طوابق ثلاث شقق موصي بيه للجمعية الشرعية ما شاء الله والوصية واخدها الجمعية الشرعية إن شاء الله ومعايا صورة منها حضرتك لو يا ريت لو نشوفها لو تشوفها يعني أنا أديها لك حتى بيتك وصيت بيه بعد يعني إن شاء الله ربنا يديك طول العمر إن شاء الله إن ربنا إن شاء الله يدخلك جنته برحمته إن شاء الله بعد ده كله إنك أنت كمان عامل الوصية إنك أنت تتبرع بمنزلك كله في البلد أيوه للجمعية الشرعية الله يكرمك والله فين هذه حالك فضل لو حكم شايفين طبعا الانتاج غزير ازايك عامل ايه اتفضل ادي اهي الوصيه يا اخوانا اهي مش عارف هي تبان كده او الشمس هي. شوف يعني دي الوصيه اتفضل شويه الوصيه مكتوبه طبعا عند محامي اهي مكتوبه عند محامي ان هو متبرع منزله بعد عمر يعني بعد ما ربنا يديله طول العمر يعني ان شاء الله قطعته متبرع بيها للجمعيه الشرعيه
عشان تبقى مركز صدى حفظ قرآن، مركز تحفيظ قرآن، روضة رياضة أطفال، أو أي شيء يخص الجمعية الشرعية طبعا تستخدمه الجمعية الشرعية. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله يكرمك، جزاك الله خير، احنا تعبناك. شكرا. وربنا يجورك على العمل الجميل ده. شكرا يا سمحنا. ويديك ان شاء الله ثوابه. زي ما حضرتك شايفين طبعا البنج اهي، ودي العربيه احد العربيات اللي طلعت، اللي بتطلع عشان تودي المانجا تتوزع بمعرفه جمعيات الخيريه اهي قدامنا. المانجا الله اكبر الله اكبر، انواع كتيره. دي ده نوع الزبديه اهو، ده نوع زبديه. ما شاء الله، وهو هو على الشجر زي ما حضرتك شايفين. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. طبعا نتمنى نشوف النموذج ده مع كل الناس. ما شاء الله، زي ما قلت لكم من كتر الانتاج. السنه دي الانتاج عامل ايه؟ تمام والله. اسمك ايه؟ هشام، هشام عبد الغني كان. ما شاء الله فعلا انتاج السنه دي غير كل سنه. ما شاء الله. دي نوع ايه؟ كيت. كيت. دي كيت. دي كيت، والناحيه الثانيه بنفس بتاع زبديه. ايوه، في نفس الشجره. ايوه، يعني الشجره الواحده فيها كيت وزبديه. ايوه ما شاء الله. ممكن نوع كده. كم نوع مثلا؟ ممكن خمسه سته، كل فرع خمس ست انواع. كل ما شاء الله. ما شاء الله. كمان انت مهتم بتطعيمها عشان تدوق الناس كل انواع المانجا. سبحان الله. الانتاج يزيد يعني، والانتاج يزيد. هدفه انتاج الجزائر. حضرتك خريج ايه بقى يا فندم؟ انا خريج كليه التربيه. الله. طب وبتفهم في الزراعه ما شاء الله بطريقه؟ عندنا الزراعه ديت، والدي مزارع وجدي وعائلتنا كلها يعني. ما شاء الله. الوظيفه تختلف عن الوظيفه بقى. حضرتك شغال ايه بقى؟ انا كنت مدرس. مدرس. ربنا يزيدك ان شاء الله. ربنا يزيدك من علمه ومن فضله ان شاء الله. شكرا لحضرتك في اليوم السابع، ونتمنى نلقاك ان شاء الله